نعم. السائلة من اليمن أرسلت لي 3 أسئلة تقول: ما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم؟ الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم كثيرة، منها أولا صدق النية والإخلاص لله عز وجل، ثانيا الاستعانة بالله، تسأل من الله يعينك على حفظ كتابه عز وجل، ثالثا الاجتهاد في الحفظ وترتيب الحفظ في كل يوم حتى تنتهي من القرآن كله، بأن تحفظ كل يوم قدر ما تستطيع حتى تحفظه كله شيئا فشيئا، ولو كان يسيرا في اليوم تحفظ عدة آيات في اليوم وتداوم على ذلك وتستمر، فإنك في النهاية ستحفظ القرآن بإذن الله عز وجل. وأيضا من أسباب حفظ القرآن كثرة تكراره، قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فعليك بكثرة التلاوة وكثرة التكرار في القرآن الكريم حتى ولو كنت حافظا له، لأنك تنساه إذا تركته ونسيته ولو كنت حافظا له. نعم.